بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل مع بعض. يعني طبعا الجزء يعني مهم جدا ويعتبر جزء أساسي جدا، يا ريت نستفيد بيه بأكبر كمية من الشرح فيه. يعني وانترستنج برضو جدا، اللي هو في شابتر 16 المالتيبل انتجرالز. زي ما كان تعليقنا فيما يخص الفانكشن اوف سيفرال فاريبلز، ان لما جينا احتاجنا الديريفاتيفز احتاجناها في بارشال ديريفاتيفز، والبارشال ديريفاتيفز كان ليها ابلكيشن، منها تشين رول، منها مينيمايز، في ابلكيشنز ثانيه كتيره، التانجنت، البلين والنورمال لاين، ليها ابلكيشنز كتيره. لما نيجي انتجريت الفانكشن اوف سيفرال فاريبلز بنعمل لها مالتيبل انتجرالز. فمعايا شابتر 16 ده من الشباتر اللي مهمه جدا اساسيه عندنا. بنبدأ أولاً بنعرف يعني إيه الـ Double Integral over Rectangular Region، وبنشوف يعني إيه حاجة اسمها Iterated Integrals، اللي هو يعني هو كله تقريباً كل الشابتر موجود معنا، لكن من اللي عندنا بنبدأ بالـ Double Integral عندنا يعني إيه. أولاً بيبقى عندنا Function في two زي معانا اتفقنا ان معانا فانكشن، وليكن فانكشن في تو فاريبلز اللي هي اف اوف اكس و. لما نيجي انتجريت الفانكشن دي، فبنقول انتجريشن للفانكشن في اكس وواي. الانتجريشن دي مبدئيا دي بتعني ايه؟ دبل انتجريشن طبعا بعدد الفاريبلز بنعمل انتجريشن، يعني لما تبقى فانكشن اوف تو فاريبلز عندنا بنعمل دبل انتجريشن بعدد الـ variables اللي موجود. وبعدين الحاجة التانية بنتعامل مع دي area، يعني بتبقى على area معينة، و region of integration اللي هي الـ R، double integration على region للـ دي area، ده double integration. بيعني إيه؟ ببساطة عندكم هنا لو نرجع تاني، لو الـ Z هي function طالما في two variables، لو هي على بعضها function Z equal F of X و Y، ده surface اللي هو ده surface. فده Z equal function في X و Y، يبقى معنى كده أكنه double integration لـ Z دي area. الزد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن المسافة، طبعاً عارفين اللي هو الارتفاع above distance من الـ XY plane، طبعاً عارفين كلكم الـ XY plane ده الـ equation ليه زد بزيرو، وهو الـ surface above الـ XY plane الارتفاع ده كله أهو، ده هو الزد عندنا اللي هو زد function في XY. الجزء اللي هنا لانك بتحتاج تعمل البروجكشن للسيرفس ده في احدى مستويات الاسقاط، واحد من الثلاثه، يعني الغالبيه او كتير منهم بنعمل بروجكشن على الاكس واي بلين اللي هو زد بزيرو، اكس واي بلين زد بزيرو، فبنحتاج نعمل بروجكشن للسيرفس ده على واحد من الثري coordinate planes الأساسيين، لإما الـ XY اللي هو الـ equation ليه XZ بزيرو، or الـ XZ اللي هي الـ equation ليه عارفينها طبعًا Y بزيرو، or الـ YZ يعني لسه مرحلة يعني متقدمة بعد شوية، الـ YZ اللي هو الـ X بزيرو، يعني بنعمل projection دي. طيب الـ double integration معناه إيه؟ معناه في الحالة دي بيديني الـ volume اللي bounded above بالsurface ده z equal f of x و y، و above ال xy plane اللي هو z بزيرو. في الوقت الحالي، في الوقت الحالي double integration ل z of f، يعني double integration ل f of x و y اللي هي z اللي احنا قلنا دي مسميناها z دي area على region r، ده بيعني الفوليوم اللي bounded above اللي محدد من أعلى بالsurface z equal xy في z يعني بالsurface، وabove the xy plane يعني من z بزيرو لغاية z بالإيه للsurface بالظبط زي اللي أنا لسمعها، يعني من الارتفاع من ده لغاية ده بيحسب لك الفوليوم ده بالظبط.
لو جينا لتوضيح تاني اكتر، توضيح تاني يعني، لو عندنا ريجون كده، لو عندنا ريجون في الاكس واي بلين، كان البروجكشن عندنا ريجون معينه في الاكس واي بلين. الريجون دي على فكره يا شباب دلوقتي هي نوعين، لا اما تبقى ريكتانجل زي الكيس اللي احنا هنقولها دلوقتي في الاول، او تبقى جنرال لو عندنا ريجون. فبياخد برسم كده صغير اللي هو دلتا اكس ودلتا واي، البرسم كده صغير اهو، مساحته دلتا اكس ودلتا واي اللي هي دي اريا، وارتفاعه زد، ارتفاعه الاف اللي هو زد، الارتفاع ده اللي هو الزد ده. فالدبل انتجريشن معناه تجميع في الاتجاهين، فتجميع للفانكشن اف باكس وواي. لو قلنا الدي اريا هنا هي عباره عن دي اكس، فحدود الاكس هنا بنلاقي الاكس على الاكس اكسيس اهو بتتغير لو هي ريكتانجل من الاي للبي، فحدود الاكس من اقل فاليو اي لغايه البي وكونستنت في الوقت الحالي، في الوقت الحالي. وبعدين الانتجريشن الثاني الدبل دي واي، حدود الواي، الواي في الناحيه الثانيه بتبقى بتجمع من السي للدي، من السي للدي. فبيعني الفوليوم اللي يعني التجميع بيجمع في اتجاهين، يجيب لك الحجم الفوليوم اللي باوندد بالسيرفيس ده من اعلى واباف في الحال في المساله دي او في الوقت الحالي، اباف الاكس واي بلين اللي هي زد دي. ده الفوليوم ده، يعني الدبل انتجريشن بيحسب لك الحجم اللي اباف الاكس واي بلين للفانكشن دي اللي هو الداتا اف اوف اكس واي عندنا. طيب دي ده السلايد دي، السلايد دي برضو سلايد تانية توضيحية إن في الوقت الحالي في ريكتانجولار ريجون زي ما قلنا. فالجي أريا، الجي أريا اللي إحنا بنقولها لا إما نقول جي إكس جي واي في الوقت الحالي أو جي واي جي إكس. بنعمل سكاننج في الدبل في التو دايمنشن في الدبل انتجريشن، يعني بنختار أريا صغيرة دلتا إكس دلتا واي وبالارتفاع عندنا اللي هو من زد بزيرو، ارتفاع من زد بزيرو لغاية زد للفانكشن اللي هي فانكشن في إكس واي. ده بمفهوم تاني عندنا، يعني إيه الدبل انتجريشن اللي احنا قلناه دلوقتي، تمام؟ أو يعني إيه أصلا الدبل انتجريشن. فبتبقى عارف هنا الدبل انتجريشن أهو، يبقى ده تاني أهو، دي بتوضح لك بقى الدبل انتجريشن عندنا بيبقى دبل انتجريشن لاف او اكس وواي، دي الفانكشن اسمها انتجريتنج فانكشن يا شباب، وده دبل انتجريشن. دي اكس يعني بنعمل انتجريشن الداخلي في الاول ده وذ ريسبكت لاكس، ده الداخلي بيخص اكس، يعني الفاريبل اكس ده بيخص هنا وهنا. الاكس دي اقل فاليو زي السنجل اللي هو من الاي للبي. عرفت منين؟ خلي بالكوا ده اتجاه زيادة الاكس اهو، ده اتجاه زيادة الاكس، واحنا ماشيين في الاتجاه الاكس اول فاليو قابلتني هي الايه؟ تبقى دي القليلة، وبعدين الفاليو التانية هي البي في اتجاه زيادة الاكسيس الانكريز دي. طيب وبعدين الدبل انتجريشن دي واي، يبقى الفاريبل الخارجي ده، الفاريبل الخارجي بيخص الواي، الواي عندنا من السي للدي. طيب ممكن حد يقول لي وده هنا ده اللي هو الزد، باعتبار ان الارتفاع على فكره ان الارتفاع ده من ستارت من الاكس واي بلين، والاكس واي بلين زد بزيرو يا شباب، زد بزيرو، يبقى ستارت من الاكس واي بلين اللي هو زد بزيرو لغايه زد للايه للسيرفيس اللي احنا بنعانيه عندنا اللي هو الانتجريتنج فانكشن اللي هي اف اوف اكس وواي. ممكن هذا الانتجريشن دي اسمها ريكتانجولار ريجن، يعني ايه ريكتانجل؟ زي ما شايفين باينه من اسمها ان الريجن للانتجريشن، الريجن للانتجريشن البروجكشن ليها سواء هو الدا او الريجن للانتجريشن عباره عن ريكتانجل، الاكس فيها بتتغير من الاي للبي والواي اهي بتتغير من السي للدي زي ما انتم شايفين، ده ريكتانجل، دي الريجن للانتجريشن اللي هي موضحه لك هنا، الواي بتتغير من السي للدي والاكس بتتغير من الايه؟ من الـ A للـ B. دي اللي هي region of integration، يعني معنى double integration over rectangular region إن الـ region of integration هنا عبارة عن rectangle، والحدود الـ integration تبقى values من الـ A للـ B ومن الـ C للـ T،
ممكن نفس الانتجريشن ده نعمل الانتجريشن الداخلي للانتجريتنج فانكشن اللي هي الداله المكامله واللي هي الاف اوف اكس واي، ممكن نعمل ويز ريسبك لواي في الاول، يبقى ساعتها الحدود دي هي الواي من السي للدي، يعني الانترنال بيخص الانترن والاكسترنال بيخص الجي اكس، والاكس عندنا هتبقى من الايه للبي. هنا سهل التبديل هنا علشان ريكتانجولار ريجون، فالليمت للانتجريشن او حدود الانتجريشن بتبقى values، فسهل يعني ابدل دي ابدل دي، احط ارقام الاكس في الاول في الداخلي في الكيس رقم 1، احط الاكس الارقام الاكس في الاول من الاي للبي، وبعدين اللي من خارج بتبقى من السي للدي، والانتجريشن رقم 2 الانترنال هنا ده عباره للواي من السي للدي، بدل الارقام دي سهله، وللاكس من الاي للبي في اول كيس، ده الكيس الاولاني. لكن لو جنرال ريجن بعد كده لا، محتاجين نرسم الدومين ونشوف لو بدلنا الستريبس الشريحه نبدلها ازاي، دي محتاجين قصه ثانيه عندنا. الدبل انتجريشن عندنا سهل بقى، يعني كده هتعمل ازاي هنا؟ اول حاجه لو جينا شفنا بس في الاكزامبل الاولاني اللي عندك، ان نبقى عارفين معلومه بس صغيره عندك، ان ممكن نفس المساله يديها لك بستايلات كتيره. ازاي؟ يعني ممكن المساله الاكزامبل الاولاني ايفالويت الدبل انتجريشن للانتجريتنج فانكشن اللي هو اكس سكوير تايمز واي دي واي دي اكس، حيث الواي من ده الواي من 1 لـ 2، ده هنا من واي من واي 1 لغايه واي 2 بـ 2، وحيث الاكس الفاريبل الخارجي للاكس يبقى من الاكس بايه بزيرو لغايه الاكس بـ 3، ده ريكتانجولار ريجن عندنا. ممكن يدي لك الشكل ده، وممكن يديها لك دي اكس دي واي، يعني زي ما قلنا ان دي اريا، زي ما قلنا ان دي اريا ممكن مي بي دي اكس دي واي ومي بي دي واي دي اكس، دي سهله. بس اهم حاجه هو بيديها هنا الانتجريشن الداخلي ده، ان الاكس هنا ده للداخلي، يعني الاكس من 0 ل 3 والخارجي للخارجي، الواي هي اللي من 1 ل 2، يدي ده او يدي ده. طيب ده بالنسبه للريجن. لو حب يديها لك كشكل انتجريشن، يدي لك الستايل الاولاني دي اكس دي واي اول دي واي دي اكس، ماشي. ممكن يديها بشكل تاني، ممكن يعني ده ضمن الشكل واحد. ممكن نفس المساله دي يدي لك الشكل رقم 2. الشكل رقم 2 بيقول لك ايه؟ ايفالويت الدبل انتجريشن للار ريجون ار لدي اريا. ما هو طالما دبل انتجريشن هو اسمه دي اريا، يبقى دي اريا انت تختاره دي اكس دي واي في الوقت الحالي او دي واي دي اكس. وبعدين الريجون ار بقى معرفها لك، بيقول لك حيث الريجون ار هي الريجون اللي فيها اوردر بيرس اكس واي، هو واخد الار يعني واخد الاكس واي بلين كله ولا جزء منه؟ لا، واخد جزء منه، الاكس من 0 ل 3 والواي زي ما شايفينها من 1 ل 2. ده ستايل اللي هو رقم 2. ممكن نفس المساله دي تجي لك بستايل رقم 3، ممكن يجي لك بستايل رقم 3. ايفالويت نفس الانتجرال بس الار رقم 3، الار بيقول لك ان هي عباره عن الانترفال ده. طبعا الانترفال الاولانيه بتعني الفاريبل الاولاني، تعني الفاريبل الاولاني، والفاريبل الاولاني يعني معنى كده ان دي اكس 1 دي اللي هي دي هنا الايه الاكس 1 وهنا البي، والفاريبل الثاني اللي هو ده السي وده الدي، يعني الاكس من 0 ل 3 والواي اللي هو من ال1 للسي من ال1 للايه الواي من ال1 الواي من 1 ل 2 يا شباب، الواي من 1 ل 2 تمام، يعني يدي واحد من الاستايلات دي تمام. ده هنا. طيب بيتم ازاي هذا الانتجريشن؟ الانتجريشن ده سهل ليه؟ لان بنمسك الانتجريشن الداخلي ده، بنبص للفانكشن نعمل دي واي، فلما نبص لها دي واي طب بنقول ادي الانتجريشن الخارجي اللي هو من 0 ل 3 دي اكس. الانتجريشن ده الاكس قاعد مستني الانتجريشن يتم الاول with respect للواي، بنبص للفانكشن كما لو كان الواي اللي فاريبل، فبنلاقي ومعاها هنا اكس سكوير ما بتعتمدش على الواي فممكن نجنبها معاها، فبنلاقي معانا واي. الواي ده انتجريشن with respect للواي يديني واي سكوير اوفر 2، وسبستيتيوت مره الواي ب1
ومرة الواي في 2 نطرح ال 2 ماينس 1 يديني ايه؟ ادي الانتجريشن الخارجي اللي هو اكس سكوير، قاعد مستني اللي ناتج، فاللي ناتج هنا هيبقى ادي هاف والواي سكوير ب 4 ماينس 1. جاب لي رقم، مراتي جاب لي رقم اللي هو جاب لي ايه؟ جاب لي 3 اوفر 2، والانتجريشن لاكس سكوير هيبقى اكس كيوبد اوفر 3. ده سهل، يعني ببص للفانكشن زي البارشال ديريفاتيف، ما كنت ببص للفانكشن كام لو كانت متغيره في الفاريبل بس، في الانتجريشن برضو في الدبل انتجريشن بنبص للفانكشن كام لو كانت متغيره في الفاريبل ده بس عندنا. وعلى هذا الاساس هنا هيديني ادي ال 3 مع ال 3 فبيديني هنا 27 اوفر 2، وده الفاينل ريزلت للمساله. يبقى لما يجي يقول لك مثلا دبل انتجريشن ده بالستايل ده بكام؟ ب 27، بنلاقي 27 ضمن الاختيارات اللي موجوده عندنا. دي من الحاجات اللي السهله. كان ممكن حد يقول لي ان دي اكس دي واي هتدي نفس النتيجه، اكيد دي اكس دي واي هتدي نفس النتيجه عندنا. في بقى رول او في ملحوظه مهمه جدا بنأكد عليها من دلوقتي، لان دي هتسهل لنا اجراء انتجريشنز كتيره، عمل يعني كالكوليت الانتجريشن او فايندنج الانتجريشنز كتيره. ايه هي؟ في عندنا بروبرتي للدبل انتجريشن، عندنا ان لو الاف اوف اكس وواي اللي هي الانتجريتنج فانكشن عباره عن برودكت لتو فانكشنز. يعني ايه برودكت لتو فانكشن؟ يعني مثلا حاصل ضرب لتو فانكشن، مثلا سي فانكشن اتش فانكشن في اكس بس تايم انذر فانكشن سي جي مثلا فانكشن في واي بس. لو حصل كده في الانتجريتنج فانكشن ده شرط الاولاني. الشرط الثاني ان الـ A والـ B والـ C والـ D طبعا هما بيبقوا values ارقام. في الحالة دي اسهل لنا بروبرتي اسمها independent. يعني ايه independent؟ يعني الـ double integration في الحالة دي لـ F of X و Y DX من الـ A للـ B والـ DY من السيرة دي، لو اتحقق البروبرتي دي في الحالة دي هيبقى equal ايه؟ equal product لتو single integration من الـ A للـ B للفانكشن h اللي في الـ x بس dx times من السيرة دي للفانكشن g of y dy. طبعا السنجل انتجريشن دي يعني ماس 1، دي يعني خلاص يعني بالنسبه لكم دي يعتبر عمليه سهله قوي بالنسبه لكم. فهنا امتى يتحقق ده؟ في شرطين يا شباب تراعي تخلي بالك. يعني اول حاجه في اي مساله دبل انتجريشن من هنا وتريبل واي مساله انتجريشن دبل مالتيبل انتجريشن من هنا لغايه يعني لغايه نهايه ماس 2 بفكر فيها اشوفها ازاي. اول حاجه الحدود تبقى values، الحدود يعني A و B و C و D بس. الفانكشن الانتجريتنج فانكشن دي عبارة عن برودكت لتو فانكشن، فانكشن في X بس تايمز فانكشن في Y بس DX DY. دي نوع اسمه separable أو independent، وبالتالي نقدر نقول إن هي برودكت ل تو single integration عندنا. لو جينا طبقنا على الاكزامبل اللي احنا قلناه ده، هو ده كان مثال بسيط، كان integration من 1 ل 2 x square times y، اللي من 1 ل 2 كان dy واللي من 0 ل 3 كان dx. طبعا عارفين دي separable طبعا، يعني عبارة عن x square times y. ففي الحالة دي simple عندنا نعمل ايه؟ نقول ان بالنسبة للx اللي هي من 0 ل 3 x square dx times الفانكشن للواي اللي هي من 1 ل 2 لواي دي 1. طبعا يعني عمليه كده بتبقى سهله قوي، اللي هي اكس كيوبد اوفر 3 ومن 0 ل 3 دي اللي جابت لي 27 اوفر 3، وهنا كان واي سكويرد اوفر 2 وكان هنا من 1 ل 2. فالأولانية جابت لي 27 over 3 اللي هي 9، والثانية جابت لي half
4 minus 1 اللي هي 3 مع 3 وديتني هنا 27 over 2. طبعا دي سهلت اجراء يعني يجوز مش واضحة اهميتها في الاكزامبل ده لان هي اصلا باي ديفولت كان سهل، لكن الملحوظة دي او البروبرتي دي اللي هي الاندبندنت او الفانكشن نفسها البروبرتي اندبندنت او اللي هي سيبرابل ولا لا، دي بتخلي بالك او بتاخد في اعتبارك وانت بتحسب اي مسائل بعد كده. لو قلنا هنا evaluate the double integration ده يعني over region والريجون قال لك الx من يعني ادي double integration معايا x minus 3y square. لو قلنا دي x فقال لنا الx من 0 ل 2، ولو قلنا دي y فمعانا الy من 1 ل 2. كان ممكن حد يقول دي y دي x ماشي يعني لو عملها لانها ايه عباره عن values، ففي حاله الريكتانجل عندك سهله يعني ما فيش مشكله تاخد دي x دي y دي y دي x ما فيش مشكله عندك. يبقى هنا لو قلنا طبعا كان ممكن هنا نستعمل البروبرتي اللي احنا separates the two integration، وممكن يعني لو حسبناها هنا نقول ان الجي واي قاعده مستنيه الانتجريشن ويز ريسبكت للاكس، والانتجريشن ويز ريسبكت للاكس بيدي اكس سكوير اوفر 2 او الثيرد، والسكند بيدي 3x ماينس واي سكوير لان الانتجريشن ويز ريسبكت للاكس، وسبستيتيوت مره ب 0 ومره ب 2 لمين؟ للاكس. فلما سبستيتيوت ادي الانتجريشن من 1 ل 2 دي واي، الانتجريشن ده قاعد مستني الفانكشن اللي في الواي اللي هتطلع، فلما سبستيتيوت دي 0 بيدي 0، سبستيتيوت لما سبستيتيوت بالزيرو بالزيرو بيدي 0، ولما سبستيتيوت بال 2 بقى بيدي كام؟ بيدي هنا ال 4 اوفر 2 ب 2 وهنا ماينس 6 واي سكوير، ويبقى دي الفانكشن اللي في الواي عندنا. الفانكشن اللي في الواي لما ايفالويت الانتجريشن طبعا دي ممكن حتى لو حطيتها في الكالكوليتر مفيش مشكله، فهنا هيبقى هيطلع لك الرقم يعني طالما سنجل انتجريشن بيبقى في اطار الكالكوليتر عندك هيبقى هنا 6 واي هتبقى واي كيوب اوفر 3 يبقى معانا 2 واي كيوب يبقى 2 واي ماينس 2 الواي كيوب ده عندنا، وسبستيتيوت من 1 ل 2 ويبقى عندك لما سبستيتيوت يطلع بنيجاتيف. طيب دكتور الدبل انتجريشن ده طلع بنيجاتيف 12 ينفع يطلع نيجاتيف يا شباب؟ لا لا هو بيعبر عن فوليوم يعني لما بيعبر عن الفوليوم ينفع ولا ما ينفعش يعني مقصود هو دبل انتجريشن ما قالكش احسب الفوليوم يعني هو قالك دبل انتجريشن لو بحسب فوليوم هيبقى هشيل النيجاتيف لكن هو ممكن يبقى نيجاتيف عادي هيبقى اكن الاريا تحت الاكس اكسس بس هي بس برافو عليك بس الاريا هي مش اريا هي الفوليوم للتحت أيوة. زي ما انت شايف بالظبط بالظبط زي ما كان الانتجريشن الواحد بيحسب لك الاريا maybe في area above الـ x-axis والـ area below الـ x-axis والـ integration وطول ما انت ماشي على الـ x-axis الـ negative بيشيل الـ positive لو هم قد بعض كان ممكن يجيب لك zero integration بزيرو or negative. هنا برضو فعلا هو زي ما شايفين هنا هو below يعني الرسمة يجوز للرسمة دي أصلا z equal x minus 3y square يجوز مش ده شكل ما بنعرفش نرسمه إلا يعني بالكمبيوتر مش شكل كوادراتيك سيرفيس نعرفه، لكن فعلا هو مبين لك شكله بيقول لك ان السيرفيس ده هو فعلا بيلو الاكس واي بلين، فهو ما قالكش فوليوم يعني هو ما قالكش الفوليوم ها لان هنا ما قالكش الفوليوم لكن هو فعلا رسمته هو بيلو في المنطقه دي في المنطقه اللي هو محددها هو بيلو الاكس واي بلين، وبالتالي الدبل انتجريشن باي ديفولت طالع بالنيجاتيف. يبقى من هنا بتميز بين حاجتين يعني السؤال بيقول لك ايفالويت دبل انتجريشن، فالدبل انتجريشن انا مش عارفين شكل الانتجريتنج فانكشن دي شكلها ايه يعني في الاستايلات اللي فاتت للمسائل لو هي فانكشن بسيطه كان ممكن بنعرف يعني بنعمل بروجكشن ليه، لكن الدبل انتجريشن
لا ليس هناك ما يمنع كدبل انتجريشن ان يطلع الاجابه بالنيجاتيف، معناها ان الفوليوم التوتال في المنطقه دي توتالي موجود above below، موجود below ال x y plane عندنا، ده معناه كده دكتور بالظبط زي الشكل اللي موجود عندك هنا. ايوه بعد اذن حضرتك، بس هو انا اعرف منين انها ريكتانجلر ريجن؟ لا ريكتانجلر ريجن هو اداها اهي، بيقول لك اوفر ار، والار هي دي الاكس من 0 ل 2 والواي من 1 ل 2، تمام مش كده ولا ايه؟ اهو ادي الاكس وادي الواي. شكرا. العفو، ايه الاكس من 0 ل 2 والواي من 1 ل 2، هي الريجن دي اللي هو محددها هنا، هي دي بس هو رسمها يعني في 3 دايمنشن. تمام، هو اداها. تمام، واضحه واضحه. تمام، طيب ده بالنسبه للمساله دي، بس كان الهدف منها ان الدبل انتجريشن طلع بالنيجاتيف. نشوف انذر اكزامبل كده، ما زلنا الكيس السهله ريكتانجولار ريجون، لان دي كيس سهله قوي ريكتانجولار ريجون، ولكن برضو فيها ستايلات لمسائل، فيها افكار ان فيها برودكت لتو فانكشن الاندبندنت فيها، دي حاجه مهمه قوي يعني. طيب مثلا اللي كان بيسال على الريجنال انتجريشن، بيقول لك ايفالويت الدبل انتجريشن للانتجريتنج فانكشن دي اللي هي واي تايمز ساين اكس واي اوفر الريجن. اللي كان بيسالني على الريجن، حيث الريجن دي قالها لك هي دي، ودي اريا، دي اريا في الوقت الحالي، يعني دي اريا في الوقت الحالي، اما ان هي تكون دي اكس دي واي تختارها دي اكس دي واي، وممكن تختارها دي واي دي اكس، الاثنين صح، بس تراي كده في حدود الانتجريشن. اللي كان برضو بيسالني عن الاريا للانتجريشن، بيقول لك الار هي عباره عن الانترفال من 1 و 2، دي المفترض دي الاكس اللي هي الاي والبي تايمز الثاني فاريبل اللي هو الواي، يعني دي مترتبه ها، اللي هي السي والدي، السي والدي. ف يعني ده اللي هو الاكزامبل ده. هي المساله هنا يعني هو عايز دبل انتجريشن لانتجريتنج فانكشن اللي هي واي تايمز ساين اكس واي دي اكس دي واي او دي واي دي اكس. طيب تفتكروا كده يعني هنا من شكل الانتجريتنج فانكشن ايهما افضل ليك، طالما عندي حريه الاختيار دي اكس دي واي او دي واي دي اكس، ايهما افضل ليك في اجراء الانتجريشن دبل انتجريشن، ان انا اكتبه دي اكس دي واي اكمل ولا اكتبه دي واي دي اكس، ايهما افضل؟ اكتبه دي واي دي اكس علشان ابدا بالاكس الاول، يبقى عندي 1 فاريبل، يبقى يعني يبقى عندي فانكشن واحدة مش اتنين فانكشن مضروبين في بعض. ادي الواي تكتبه، يعني انت النص الاجابة الاخير صح قلت لي عشان يبقى التكامل سهل، اللي انا فاهماه من اجابتك يعني، تمام؟ اللي انا فاهماه من اجابتك ان الايه عشان يبقى التكامل سهل، مش كده؟ يبقى ان هو اسهل بالنسبة لواحد منهم، بس الإجابة أكتبه دي إيه دي إيه؟ دي إكس بقى دي واي. بالظبط بالظبط بالظبط، دي إكس دي واي، تمام؟ يعني هو إجراء الإنتجريشن ويز ريسبكت للإكس أولاً أسهل. طب وحدود الإكس عندنا ما تنساش أدي 1 و 2 وهنا الواي 0 وباي، يعني هي الفانكشن هنا هي المفترض انا ليا حريه الاختيار دي اكس دي واي او دي واي دي اكس، بس احنا شايفين هنا ان اجراء الانتجريشن فيرست وذ ريسبكت لاكس اسهل، لانه هيطلع ستاندرد يعني بالعربي، يعني هو هنا لما تقول دي اكس اكن الواي كونستانت، اكنك شايف الواي 9، فال 9 ده موجود تايمز الساين، يبقى اكنك انتجريت لساين، فالانتجريشن لساين هيبقى بنيجاتيف كوزاين، لان الديريفاتيف ليها موجود كوزاين اكس، تكامل للساين بقى ستاندرد، مش كده؟
والانتجريشن دي واي قاعد مستني الفانكشن اللي تخرجه بعد التعويض افتر سبستيتيوت، لان لسه سبستيتيوت مره عن الاكس ب1 وعن الاكس ب2، والانتجريشن ويز ريسبكت للواي من 0 ل1. واضحه دي يا شباب؟ يعني خدناها دي اكس في الاول وانتوا اللي قلتوا لي عشان تبقى انتجريشن لساين ستاندرد، والاجابه لو كنت هتاخدها دي واي كنت هتعمل انتجريشن بالبارتس لانها برودكت لدو فانكشن. الاجابه انتوا اللي قلتوها، يعني انتوا اللي قلتوها. ف يعني هنا لما سبستيتيوت بعد كده تكمله اكيد هيبقى سهل الانتجريشن بالنسبه له لانه من زيرو لباي. لما سبستيتيوت عن الاكس 2 يديني نيجاتيف كوزاين 2 واي، ماينس ماينس يبقى بلس، سبستيتيوت عن الاكس ب1 يديني كوزاين ال. دي الفانكشن اللي في الواي اللي قاعده مستنيه عندنا، طلعت فانكشن في واي نيجاتيف كوزاين 2 واي بلس كوزاين واي عليه. الانتجريشن طبعا ده برضو ستاندرد وذ ريسبكت لواي، بس ستاندرد ستاندرد يدي ايه؟ يدي الساين، يبقى نيجاتيف هاف، والهاف دي الهاف عشان الديريفاتيف هي مش كوزاين واي هي كوزاين 2 واي، فنيجاتيف هاف ساين 2 واي، والانتجريشن الثاني بلس ساين واي. ولما سبستيتيوت مره عن الزيرو وعن الباي، ساين باي بزيرو وساين زيرو بزيرو يديني بزيرو. خلي بالك اللي يعطيني بزيرو ده الدبل انتجريشن، ينفع الدبل انتجريشن ده يدي زيرو؟ ينفع، احنا قلنا ينفع يدي بوزيتيف، طالما دبل انتجريشن ينفع يدي بوزيتيف اور نيجاتيف اور زيرو. ليه ادالنا زيرو هنا؟ هي الصراحه برضو التكست موضح لك، لان هو الفانكشن واي تايمز ساين اكس واي فعليا احنا مش عارفين نرسمها لانها مش واحده من الكوادراتيك سيرفيسز الخمسه اللي احنا درسناها، لكن هو هنا ممكن نرسمها بالكمبيوتر زي ما هو رسمها. فمعنى ان الدبل انتجريشن للانتجريتنج فانكشن بزيرو معناه زي ما شايف بيقول لك ان في فوليوم اباف الاكس واي بلين في البوزيتيف، وزيه فوليوم في النيجاتيف بلو الاكس واي بلين، على فرض ان ده الاكس واي بلين، فالتوتالي اداله بزيرو. يعني الريفرنس ليه ده كان الاكس واي بلين اللي هو كان الزد بزيرو، ففعليا كان وجد فوليوم بوزيتيف ومعاه فوليوم نيجاتيف، بحيث توتالي في التجميع عندنا كان اداك الدبل انتجريشن اللي انت اوريدي بتحسبه ادالك ايكوال زيرو. فالدبل انتجريشن كدبل انتجريشن ماي بي زيرو، ماي بي كدبل انتجريشن ماي بي زيرو، ماي بي نيجاتيف، ماي بي بوزيتيف، بيعبر لك عن الفوليوم أباف الإكس واي بلين ولا بلو الإكس واي بلين، ولا في فوليوم ده قد دي بحيث إن التوتالي بزيرو. يعني ده بيبين لك إيه عندنا بالنسبة للإكزامبل اللي هو ده. نيجي بقى يعني مثال معانا، مثال عندنا تاني في فكرة تانية في الدبل إنتجريشن. بيقول لك إيه هنا؟ فايند الفوليوم بقى. لو السؤال يقول لك فايند الفوليوم يبقى اكيد هطلع الاجابه بوزيتيف، لان انت بقى اللي هتراعي اشاراتك ان انت ماشي من الصغير للكبير. ازاي بقى؟ هنا فايند الفوليوم اوف ا سوليد ذات از باوندد باي البارابولويد، حتى لو ما قاليش ان هو بارابولويد، الايكويشن دي اللي هو اكس سكوير بلس 2 واي سكوير بلس زد ايكوال 16. فطبعا كلكم تعلموا ان الزد هنا اللي هي الايكويشن دي اللي هي 16 ماينس اكس سكوير ماينس 2 ماينس اكس سكوير ماينس 2 واي سكوير، دي ايكويشن لبارابولويد يا شباب. لو هو ما قاليش ان هي بارابولويد كنت هعرفها طبعا، لان في فاريبل مش سكوير اللي هو الزد، بينما الاثنين التانيين سكوير، ده ايكويشن لبارابولويد. عارفين شكله طبعا، ها؟ عارفين شكله واسمه الكتريك بارابولويد. بس يعني لو جيت هنا يعني رسمت لك سكتش ليه، ادي هنا الاكس اكسس والواي اكسس والزد اكسس، عارفينه هنا ستارت عند اكس ب 0 واي ب 0 ستارت هنا من 16 مش كده؟ من 16. وبعدين ادي وبعدين بارابولويد بهذا الشكل، لان اوبن داون بهذا الشكل هو بارابولويد. سواء في الحقيقة هنا في البارابولويد هنا هي هنا في عند الاكس واي بلين بيقطع في الاليبس،
انا برسمها تقيل يعني، مش دوتد، برسمها تقيل. بس هو هنا عايز ايه؟ هو عايز في البارابولويد ده باوندد بالبارابولويد وبلينس تانيين، قال لك اكس ب2 وواي ب2 والثري كوردينت بلينس. يا شباب الثري كوردينت بلينس اللي هما الاكس واي اللي هو ايكويشن دي زد بزيرو، والاكس زد اللي هو واي بزيرو، ده الثري كوردينت بلينس. يعني في الكوارتر الايه الثمن الموجب، والواي والاكس بزيرو اللي هي الواي زد بلين، يعني المحدد بالبلينس دي، لان البروجكشن دي بيبقى إليبس، لكن هو مش عايز في إليبس، ده عايز في جزء ليه، عايز من زيرو لتو، والواي من زيرو لتو، يعني هو عايز في جزء منه، عايز اللي باوندد أباف الفوليوم اللي محصور من أعلى بالبارابولويد ده، بالبارابولويد اللي ليه زد للبارابولويد اللي هي دي، باوندد أباف بزد للبارابولويد، وبلو من البلينز اكس ب2 واي ب2. طبعا عارفين ان الواي ب2 طبعا كلكم تعلموا واي ب2 ان هو بلين بره الاكس زد بلين، بيبعد عنه بمقدار 2 يونتس، والواي ب2 بلين بره للاكس زد بلين ويبعد عنه ب2 يونتس. فده المطلوب في المساله عندنا، عايز الفوليوم عندنا. لاحظوا هنا ان في لو عملنا بروجكشن للاريا في الاكس واي بلين هيطلع ريكتانجل اللي هو باوندد في الاكس واي، عشان هعمل دبل انتجريشن على انهي بلين اكس واي، يبقى دي اريا هنا ممكن تبقى دي اكس دي واي لو عملنا بروجكشن على الاكس واي بلين، ممكن تبقى في مسائل متقدمه بعد شويه ممكن تبقى دي اكس دي زد لو عملنا بروجكشن على الاكس زد بلين، ممكن تبقى دي واي دي زد لو عملنا بروجكشن على الواي زد بلين. فالمسائل دي بدءا ستارت من يعني من دلوقتي ان بنحتاج، طالما طالب فوليوم بنحتاج بروجكشن للاريا على واحده من الثري كوردينيت بلينس الاساسيين. هنا الموضوع سيمبل مازال، ليه؟ لان قايل لك بلينس سهله اكس ب2 واي ب2، فمحدد لك هنا ريجون سهله اللي هي ريكتانجل اللي هي دي اكس ب2 واي ب2 في البروجكشن ليها، واي ب2 في البروجكشن ليها، فدي العمليه هنا بالنسبه لك بتبقى سهله. ففعليا هنا عباره عن ايه؟ عايز دبل انتجريشن للفوليوم اللي باوندد باي، يعني محدد من اعلى بالايه؟ بالبارابولويد، باوندد باي البارابولويد من اعلى، طبعا فوقيه من فوق السيرفيس البارابولويد اللي هو زد كفانكشن في اكس وواي، وهنا دي اريا زي ما قلنا، وهنعمل بروجكشن على الريجون معينه، وهنا الريجون اوف انتجريشن هي الريجون اللي هي دي اللي فيها الاكس فاليد من 0 ل 2، والواي فاليد من الايه؟ من برضه من 0 ل 2. في الوقت الحالي احنا عملنا بروجكشن على الاكس واي بلين كانه كده، فالفوليوم هنا عباره عن دبل انتجريشن. دكتور هو احنا ليه خدنا الربع الموجب بس؟ يعني ليه ما كملناش الاريا مع البارابولويد بيغطي المساحه في بس هو عايز على جزء منهم. يعني شوف هنا السؤال اهو، شايف هنا ادي السؤال بيقول لك ايه؟ فايند الفوليوم اللي باوندد بالبارابولويد. لو كان قال باوندد بالبارابولويد والاكس واي بلين بس مثلا، كنا احنا عملنا كده اللي بتقول عليه، تمام؟ لكن هو ما اكتفاش بكده، تكمل قال باوندد بالبارابولويد وبالبلينس دي، فهو قطع من ناحيه عند اكس ب2 وواي ب2، قللها، والثري كوردينيت بلينس اللي هي في السلايد اللي فات. ايوه انا فاهم يا دكتور، بس مثلا احنا هنتخيل انه في بليت عند الاكس ب2، فالبليت ده هيقطع الاكس وهيكمل في السالب في الناحيه الثانيه لحد ما يقطع. لا، ما هو قال لي الثري كوردينيت بلينس، الثري كوردينيت بلينس ده يعني اكس ب0 واي ب0 وزد ب0. تمام، يعني هو دايما بيقصد كده اما بيقول لك الثري كوردينيت بلينس. يبقى هو هنبدا من الزيرو لحد الاثنين مثلا. طبعا طبعا طبعا، لان لو قال لك احنا اصلا لو قال لك الفوليوم، لو سكت سؤالك وقال لك الفوليوم اللي باوندد باي السيرفيس اللي هو السيرفيس ده، ممكن ما يقولكش ان هو بارابولويد باعتبار ان انت في الكوادراتيك سيرفيس عارف ان هو بارابولويد، والاكس واي بلين
يبقى ممكن تقول اللي انت بتقوله ده، من هتاخد نيجاتيف نيجاتيف الصفر 2 2 ومن بوزيتيف 2 في الحالتين بقى. هتاخد الاليبس كله. هتكمل هتعمل البروجكشن هيطلع اليبس. تمام. يعني لو هو ما حددلكش بقى ساعتها كان البروجكشن، كنا خدنا البروجكشن كامل، سواء يطلع سيركل سواء يطلع كده. يعني امتى احنا هنا ما خدناش البروجكشن كله؟ لانه هنا قال لك لا، ده قطع ببلين من هنا وقطع ببلين من هنا، فده تريس للبلين، يعني ده اثر موجود، ده يعني قطع حته منه وحته منه بس، فسواه بقى عندنا كده، بقى كده الموضوع عندنا بقى اوفر ريكتانجولار ريجن. تمام. طب هو لو قال لي ما قاليش 3 كوردينتس بليتس بس قال لي ان اكس ايكوال 2 والواي ايكوال 2، ساعتها كنت هاخد بقى من نيجاتيف، كنت هاخد مثلا من نيجاتيف 2 ل 2 وفي الواي برضه تبقى من نيجاتيف 2 ل 2. هو لو ما قالش 3 كوردينت بلينز يعني ايه؟ لو ما قالكش 3 كوردينت بلينز، هو على فكره في يعني الموضوع ده مكمل معانا. يعني لو هو اصلا ما حددلكش بلينز كان البروجكشن هيديك اليبس، او لو هو اليبتيك، لو هو بارابولويد والبروجكشن سيركل، كنا هنعمل دبل انتجريشن على السيركل ده كامله. نفس المساله دي ممكن، يعني هي المساله دي ستايلات كثيره موجوده معانا اثناء الكورس. انا هنا في الوقت الحالي حدد لي ريجن اوف انتجريشن، في الوقت الحالي حددها لي ان هي ريكتانجل لما قال لي 3 كوردينيت بلينز واكس 2 واي وواي ب 2. ممكن مساله ثانيه قادمه يحدد لك تبقى جنرال ريجن كمان، يعني بدل لما هي كده لا، يقول لك 3 كوردينيت مثلا بلينز ومعاها اكس 1 او اكس 2 مثلا، يبقى ساعتها بقى تبقى الريجن تبقى متغيره. يعني دي البارت الثاني، يعني ممكن يحدد لك ريجن فيها اكس 1 اللي هي مثلا ريجن زي دي. يعني حضرتك مش فاهم قصدي ده لسه، يعني مثلا دكتور احنا لو جبنا البارت الثاني ده بارت 2 لسه ما خدناهوش، ممكن البارت 3 بقى ما يقولش حاجه، ما يقولش اي حاجه، يبقى ساعتها هنشتغل على الريجن كلها، لو هي سيركل سيركل او اليبس اليبس. ده سؤالك، ده الريجن الثالث. يعني هي ثلاثه ليفلز عندنا، انا قلت ليفل منهم الليفل الاولاني. تمام. يعني انا كان قصدي ان انا مثلا لو انا قطعت البارابولويد دون ببليت معين هيقطعوا في نقطتين عند البليت اللي هو الاكس واي اكسس، تمام، والبليت الثاني برضه هيقطع في نقطتين، هيبقى في منهم نقطه مشتركه، يبقى انا عندي كده ثلاث نقط على الاكس واي بلين ده. النقطه الرابعه اللي هي بيقطع فيها برضه البارابلويد الاكس واي بلين، يبقى انا دلوقتي هيكون لي مربع موجود منه اربع ارباع في الاكس واي بلين. تمام، مش مربع واحد. تمام، ده كان يعني انت تقصد انت تقصد عايز البلينس تبقى مور جنرال، تقصد البلينس مور جنرال، هي دي البلينس لو مور جنرال كيس رقم 2 مش الكيس بتاعتنا. يعني ان هي مثلا ممكن تدي ايه، يعني انت عايز تظهر فيها الاكس والواي او تظهر فيها موجب وسالب، ما هو مش لازم تبقى في الربع الاول. انت سؤالك يمكن يجوز ان هو انت مش عايز تتقيد بالربع الاول، يعني قال لك ان المنطقه اللي هو حددها سواء ريكتانجل او مش ريكتانجل او جنرال مثلا ممكن تبقى ريجون فيها بهذا الشكل مثلا. ما فيش مشكله، بس دي الكيس رقم 2 اللي انت بتسال عليه، كيس رقم 2. تمام. وممكن برضو ليس هناك ما يمنع ان دي تبقى الكيس رقم 1 امتى؟ لو هي سؤالك يعني على حد، يعني على حد ما اعتقد ان انت تقصد هذا، عايز تقول ان هو حدد الاكس موجب وسالب والواي موجب وسالب، عايز تقصد كده مثلا. تمام. هو مثلا البارابولويد بيبقى فيه سيمتريك حوالين الاورجن عشان هو بارابولويد والاكس بتاعه. انت تقصد هنا ان حدد لك اكس 1 واكس 2 وهنا واي 1 واي 2، مش الثري كوردينت بلينس، يعني تقصد كده؟ مظبوط. مفيش مشكله، ما هي لو ريكتانجل، خلي بالك لو ريكتانجل يعني فاليوز، يعني قال لك 2 و1 ناقص 1 و3 وكده، يبقى كده دي الكيس بتاعتنا برضه. يعني ممكن تبقى الاكس من ناقص 1 ل2 مثلا، ده دي اكس، والواي مثلا من نيجاتيف 2 ل3، مفيش مشكله دي. تمام. يعني هو في المساله اللي فاتت لو ما كانش قال لي اسمها ايه دي اللي في الاخر؟ الثري كوردينت بلينز. كنت احلها كده؟ طبعا. تمام. لو قطعها ببلينز فيها بوزيتيف ونيجاتيف، اصل هو هنا يعني البارابولويد ده اللي انت تقصده اهو،
يعني ممكن اعمله لك بلون تاني البارابولويد. اه طبعا يعني حسب المسألة بتقول، انا لسه بس بعلمكم يعني ايه فوليوم بس. راح هنا يعني ممكن تبقى بوزيتيف ونيجاتيف، وبوزيتيف ونيجاتيف ادي الريجون اهي، عشان تشتمل بوزيتيف ونيجاتيف اهي، مفيش مشكلة. وانا هطلع على الزد من هنا لهنا، مش تمام، بس شكرا كده يعني العفو ايه، مش شكرا. بس كده برضو. لو انت عايز بقى جنرال كيس قوي برضو، على فكرة البارابولويد ده ممتد، يعني ممكن يبقى ستارت من زد بنيجاتيف 1 مثلا، لو انت بقى عايز بقى الموضوع يبقى كده. بس يبقى هنا البلين ده هنعمله لك بهايلايت هنا، ممكن يبقى ستارت من زد ايكوال نيجاتيف 1 لو انت عايز كده بقى، يعني ما يبقاش محدد بقى بالاكس واي بلين كمان، يعني هو اصلا ممتد لنيجاتيف انفينيتي، فقفله ببلين تاني مش زد بزيرو. يعني لو عايز بقى الموضوع على بعضه يعني، ها يعني هي كيسز طبعا كتيره، انا بس جاست بتناول اول كيس الفوليو اللي باف الاكس واي بلين اللي باوندد بريكتانجولار ريجن ده، يعني فيرست ستيب عندنا في الدبل انتجريشن. تمام، شكرا يا دكتور. عفوا عليك. طيب احنا قلنا كده. طيب يبقى الفوليوم اللي احنا عايزينه بقى، قلنا هنمسك الزد من البارابولويد الايكويشن اللي اداها، لو ادى الزد سيرفيس تاني مثلا، ممكن يبقى بلين، ممكن يبقى بارابولويد، ممكن يبقى وات ايفر اللي فيها، فالفانكشن في اكس وواي طالما above الاكس واي بلين، فبنجيب زد هنا اللي هي 16 ماينس الاكس سكوير ماينس 2 y سكوير، ده الزد ده اللي هي الاف اوف اكس و. وبعدين لو قلنا مثلا سي دي اكس، فالاكس من 0 ل 2، ولو قلنا دي واي الاكس الواي هتبقى من 0 ل 2، من 0 ل 2. تمام. طيب اجي هنا، دي مش الكيس اللي سيبرابل، فهنجري الانتجريشن الداخلي with respect to x، والخارجي اللي هو dy قاعد مستني التكامل اللي يطلع بالنسبة للx. أول term ب16x، second term negative x cubed over 3، والثيرد term يبقى negative 2y squared y squared x. بعدين substitute عن الx، مرة ب0 يدي 0 ومرة ب2، فعندي 2 يدي 32 minus 8 over 3، فالفوليوم integration من 0 ل 2 هيدي 88 over 3 minus كان معايا 2x y square، وال x 2 يبقى 4 y square. دي الفانكشن اللي في ال y اللي قاعدة مستنية التكامل يخرج لها فانكشن في ال y، دي فانكشن. والفانكشن دي طبعا سهل الانتجريشن، طبعا لما بيطلع سنجل، السنجل ده سهل قوي ان انت تجريه، اللي هو 88 اوفر 3 y، فممكن بيطلع بالكالكوليتور ده ماينس 4 اوفر 3 y كيوب، وبرده من 0 ل 2 عند 0 ب 0 وعند 2 يطلع الفاينل ريزلت. هو هنا لما هاجي احسب الفوليوم ده كده، هينفع الفاينل ريزلت تفتكروا هيبقى رقم بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا اي حاجه؟ بوزيتيف ولا اي حاجه؟ لازم بوزيتيف. لازم بوزيتيف بالظبط، لان الاتجاهات دي عليك، انت طالما بنمشي من النيجاتيف من قليل لكبير فالفوليوم هيبقى بوزيتيف، لازم بوزيتيف طبعا. طب برافو، لازم بوزيتيف عندنا. ده من ضمن الايه المسائل، يقول لك الفوليوم اللي باوندد بسيرفيس معين بيدي لك هي ريليشن بتوين اكس واي وزد ومجموعه من هنا. طبعا احنا درسنا الكيس الاولانيه اللي هي سهله، سواء الكيس اللي هي قطع ببلينز من ال 3 كوردينت بلينز، يعني اكس ب 0 واي ب 0 وزد ب 0 والاكس كانت ريكتانجل اللي هي مثلا من 2 ل 2. ممكن بقى كيس تانية عندنا يبقى يحدد لك بقى جنرال ريجون، يعني مش لازم يقطع، ممكن البلين لو بلين واي باكس مثلا تبقى واي باكس، ده البروجكشن دي واي باكس، ومثلا سي اكس 2 واكس 2 يبقى هنا ادي اكس 2 وواي باكس مثلا، لا ساعتها دي هتبقى جنرال ريجون، يعني البروجكشن
للاريا اللي البروجكشن لمجموعه البلينس دي، لما نيجي نعمل لها بروجكشن على واحد من مستويات الاسقاط يبقى ده هنا الاكس وده هنا الواي، لا دي هتبقى جنرال ريجون. ده الكيس رقم 2 او البارت الثاني، تكمله الدبل انتجريشن في اوفر جنرال ريجون عندنا. المثال الاخير دلوقتي اللي انا بقوله لك موجود عندك في الاساينمنت، على ايه بقى هنا؟ على بيقول لك ايفالويت الانتجريشن، ده هتلاقيه موجود من ضمن الاكسرسايزز اللي موجوده عندك. ايفالويت الانتجرال من 1 ل 2 ومن 1 ل 2 لx اوفر y بلس y اوفر x دي y دي x. افتكروا ديجري الانتجريشن ده ازاي؟ هبدأ أعمل integration للواي عادي باعتبار الـ x constant، باعتبار الـ x constant. طيب لما باعتبار الـ x constant، تمام. طيب الأولاني هيبقى x squared over 2 times 1 over y، تمام. والتاني طيب هتعمله عادي. في حاجة تانية أفضل؟ هو عادي هتوصل برضه. هو هيبقى لين لو انا اعتبرت ان الاكس كونستانت في الاول هيبقى التكامل بلين. طيب بعدين هو هنا أفضل حاجة للتعامل مع الانتجريشن دي وستايلات الانتجريشن إن هي دي عبارة عن سيبرهم، يعني محققة الاندبندنس، ان هي عباره عن ترمين، يعني الترم الاولاني يعني نوضح لكم اكتر، هي دبل انتجريشن بالتكامل الاولاني. ممكن نعتبره ان x times 1 over y dx dy، والتكامل الثاني ممكن تعتبره ان هو function y times 1 over x وهنا dx dy. ازاي يعني؟ او دي واي دي اكس. طيب يبقى هنا الاولاني يعني كانه ترمين، الاولاني يبقى برودكت لتو سنجل، الاكس وحدود الاكس بتبقى من 1 ل 2 تايمز الواي اللي هي دي واي اوفر واي وحدود الواي من 1 ل 2. التكامل الثاني عباره عن برودكت برضه، بالنسبه للاكس هو دي اكس اوفر اكس من 1 ل 2 times من اللي هو بالنسبة للواي اللي هو واي دي واي من ال 1 كده. طبعا أفضل إنه يبقى برودكت لتو سنجل لأنه محقق التو كونديشن. الكونديشن الأولاني إن الفانكشن سيبرابل، يعني الانتجريتنج فانكشن عبارة عن برودكت لتو فانكشن، فانكشن في الإكس بس تايمز فانكشن في الواي بس. والشرط الثاني الكونديشن الثاني كونديشن لازم يبقى 1 2، الكونديشن الرقم 2 ان الايه ان الحدود عندنا بتبقى values ارقام، يعني حدود الانتجريشن values، يعني لازم يتحقق الاثنين، الفانكشن سيبرابل الانتجريتنج فانكشن سيبرابل يعني عباره عن برودكت لتو فانكشن، فانكشن في اكس بس تايمز فانكشن في واي بس. يعني الترم الاولاني يعني كده قسمتها ترمين، الترم الاولاني اكس بس فانكشن في اكس 1 اوفر واي وفانكشن في واي، الترم السكند ترم برودكت لتو فانكشن y بس function في y في 1 over x function في x، يبقى كده. والحدود الانتجريشن طبعا ايه values، يبقى كده simply نقدر نقول انه عباره عن برودكت لتو سنجل انتجريشن. وسهل قوي طبعا، يعني يبقى الانتجريشن الاولاني يبقى x square over 2 وتشوفه من 1 ل 2 بكام، والانتجريشن الثاني لين y وتشوفه برده من 1 ل 2 بكام، والانتجريشن الثاني بالنسبه للx بيبقى لين الx وبرضه من 1 ل 2 تايمز y سكوير اوفر 2. دي ابسط طريقه لحساب ستايل ده للانتجريشن. طبعا لما بتيجي هنا الانتجريشن الاولاني هيبقى معانا لين 2 ومعانا هنا هاف في 4 ماينس 1 اللي هي 3 اوفر 2 يدي 3 اوفر 2 لين 2، والانتجريشن الثاني برضه هيدي 3 اوفر 2 لين 2، يبقى الفاينل ريزلت هيبقى 3 لين 2. يبقى بتشوف 3 لين 2 في الاختيارات وتجيبها. لكن اسهل طريقه للتعامل مع الستايلات دي وستايلات كتيره جدا من المسائل، اسهل طريقه فعلا ان انت
تعتبرها كما لو كانت ايه عبارة عن برودكت لتو سنجل انتجريشن، بس بتخلي بالك او يعني بتخلي بالك ان هي تكون محققة التو كونديشنز عندها. الكونديشن الاولاني ان هو بتبقى الانتجريتنج فانكشن سيبرابل، يعني عبارة عن برودكت لتو فانكشن، فانكشن في اكس بس تايمز فانكشن في واي بس، وحدود الانتجريشن فاليوز ارقام دي ما نقدرش نطبق الجزئية دي إلا لما يتحقق الايه الحاجتين دي، ومع ذلك بتسهل لنا إجراء حاجات كتيرة في الدبل انتجريشن عندنا. ده كان